السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم هذه هي الجائزة وهذه هي الهدية التي وعدتكم بها في الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن طاولة رائعة جدا. إذا لم تشاهد الفيديو حول هذه الطاولة وإمكانيات هذه الطاولة الرهيبة فشاهد الرابط الذي تشاهده على الشاشة. طبعا نعود إلى موضوع المسابقة. للأسف فهذه المسابقة لن أرسل الهدية خارج المغرب عكس المسابقات السابقة. لماذا؟ لأن الطاولة كبيرة وحاولت أن أرسلها خارج المغرب ولم أتوفق في ذلك، لهذا فستكون المسابقة هي محصورة على المغاربة، وأعتذر بشدة من المتابعين من الدول الأخرى، ولكن أعدكم أن هناك مسابقات جديدة وهناك مسابقة وجوائز كذلك قيمة جدا إن شاء الله ستكون انترناشونال دولية، يمكن أن أرسلها لأي بلد في العالم. طبعا بالنسبة للمغاربة الذين يودون المشاركة والفوز بهذه الجائزة فالمشاركة هي بسيطة جدا. أول شيء تدخل على رابط التدوينة ستجده في الديسكريبشن، ادخل على الرابط ثم قم بمشاركة أو بمتابعة جميع البروفايلاتنا الاجتماعية، جميع صفحات الاجتماعية للمحترف. بعد ذلك ستجد سؤال بسيط وهو كم عدد الأنوية في معالج i5؟ جاوب في بروسيسور i5، جاوب على هذا السؤال ثم قم بمشاركة المسابقة مع أصدقائك على الفيسبوك، وبذلك تكون قد انتهيت وربحت يعني مجموع النقاط الذي يؤهلك للفوز. أعتقد أنه 40 نقطة تكون قد جمعتها وبالتالي أو تشارك في المسابقة. طبعا كيف سأختار الفائز أو الفائزة؟ سيكون عن طريق الاختيار العشوائي. هناك نظام يعني معتمد في المسابقة يقوم باختيار يعني اختيار الفائز عشوائيا. عند اختياره سأقرأ إجابته عن السؤال، إذا كان الجواب صحيح فمباشرة سأقوم بالاتصال به انطلاقا من عنوان الإيميل، وبالتالي سأرسل له، سيرسل لي عنوانه ثم أرسل له الهدية. طبعا إرسال الهدية هو أو استقبال هديتك سيكون مجاني، أي أنك لن تدفع مصاريف أو تكلفة الشحن والإيصال، هذا سأتكفل به وسأرسل لك الهدية، سأدفع مصاريف الإرسال وستتوصل بها بالمجان. طبعا بالنسبة للإخوان الذين يتساءلون هل بالفعل رغب أمين يرسل هدايا، يمكنك دائما متابعتنا على صفحتنا في فيسبوك facebook.com/ishri.professional، وستشاهد الإخوان الذين أرسل لهم الهدايا حيث أطلب منهم أن يلتقطوا صورة لهم مع الهدية. هذا بالفعل ما حصل مع الأخ الفائز من الدار البيضاء والذي فاز بساعة رائعة جدا، ساعة ذكية يمكن أن يتصل من خلالها، يمكن أن يقرأ الرسائل إلى غير ذلك، وهي جائزة سوني سمارت واتش أو ساعة سوني سمارت واتش. إذا لن أطل عليك، شارك في المسابقة إن شاء الله اختيار الفائز سيكون انطلاقا من يوم الثلاثاء يعني في 12 صباحا، وسأنشر التدوينة وخبر الفائز إن شاء الله في 10 تقريبا في 10 صباحا بتوقيت غرينتش. إذا أتمنى لك حظ موفق، أراك إن شاء الله في موضوع آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.